السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جماعة الخير؟ اليوم راح نحكي عن جاسترو انتستاينال، أو راح نبدأ سلسلة الجاسترو انتستاينال إن شاء الله. اليوم راح نبدأ بالإمفيريولوجي، عادة من كتاب الفيرست ايد اللي أول مرة يتابعنا. جاسترو انتستاينال إمفيريولوجي من أحلى المواضيع اللي أنا بحبها، طبعا متفرج عليها دائما. يعني تقسم إلى 3 أقسام، فورغات وميديكات وهايندات، عشان نحفظهم بسهولة، يعني عشان أو إيزي تو ميمورايز، نحفظهم عن طريق البلاد سبلاي في العالم. الفورغات بياخذ بلاد سبلاي من السيلياك اللي هو طالع دايركت من الأورطة، والميديكات بياخذ بلاد سبلاي دايركت من السوبيريور ميزنتريك ارتري، والهايندات بياخذ دايركت من الانفيريور ميزنتريك ارتري. سو اتس سيلياك ارتري superior mesenteric artery و inferior mesenteric artery in order. So foregut، لما واحد يقول لي foregut شو يعني foregut؟ foregut يعني من esophagus لحد second part of duodenum و exactly لحد الامبولا of water، لحد ما البايل دكت يخش معانا second part of duodenum. في العادة تقريبا هي النص، يعني second part نص البروكسيمال جاي في ال في الفيرست بارت جاي في الفورغات، والديستال هاف للسكند بارت جاي في الميد جات. سو الميد جات يعني بلشت عندنا من السكند بارت جدنا، راح كمل لحد من السكند بارت جدنا والتير والجيجينام كامل والإيليام كامل والديسندين كولون كامل والبروكسيمال تو تيرد اوف ترانسفيرس كولون. So نمشي على الرسمة هنا. لو يعني مثلا أنا رسمت رسمة، يعني حاولت إنها تكون قريبة بجايتي، أنا رسم متواضع. لو حبينا نمشي هنا، هاي الإسافيغاس، نمشي استومك معانا والفيرس بارت اوف ديودينام لحد السكند بارت اوف ديودينام هنا، هذا اسمه الفورغات هنا هيك، ونطلع لفوق هذا الفور جات. طيب عندنا الفورغات هنا، هسه السكند جات او اللي هي السكند وان اللي هي الميد جات، الميد جات راح تبدا لنا من السكند بارت اوف ديدينام اللي جيجينام كامل. انا طبعا جوجينام في العادي بيوصفونه ابر ليفت، ابر ليفت ليفت هنا طبعا، والرايت هنا ابر ليفت وابر رايت. انا اصور لكم. بعدين عندنا الميدجات، نرجع نقولها الفورغات طبعا الاسوفاجس ستومر اند فيرست بارت اوف ديدينام، بعدها السكند بارت ثيرد بارت اند فورث بارت اوف ديدينام، هذا كله تابع لمين؟ للميدجات اللي الجيوجينام كامل ابر رايت. هي انا رسمهم بقاطعين متعمد عشان ابين الجيوجينام، هذا الجيوجينام وهنا الايليوم لور رايت ابر ليفت لور رايت. بعدين ascending colon second two third of transverse colon تابع لمين؟ يعني تقريبا two third لحد هان تابع للمدقات. فيما بعد من distal one third of transverse colon و descending colon و sigmoid colon ولحد الان الكنال لحد البكتينات لاين، او اسمه بكتينات او دنتات لاين، او دنتات انا حاط دنتات لاين، هذا اسمه هذا الأخير الهايند جات. هايند جات واللي في النص هنا الميد جات. ميد جات طيب يعني هذا أقصى إشي ممكن يعرفه عن الأناتومي بشكل عام. بلد سبلاي عرفناه، بلد سبلاي طبعا عندنا الأورطة طالع منا سيليك سيليك سيليك، الأورطة طالع منا سيليك أرتري، هنا سيليك قدام الستومك واللور إسوفيجس وحد سبيرت بارت اوف ديدينام، طبعا هو بيطلع الدايتريك، راح نحكي عن بلد سبلاي تبع الستومك الحال بعدين. هسه عندنا سوبيريور ميزنتريك أرتري SMA superior mesenteric artery. superior mesenteric artery
راح اخزن من عند السكند بارت اوف ديزاين لحد البروكسيمال تو تيرن اوف ترانسفيرس كول اللي حكها. بعدين عندنا الريست بغذيهم الانفيريور اللي هو هون الانفيريور زنتريك ارتي، اقول له هون بقول له سما واما بالعاده، مرات بقوله مرات ما بقولوها. طيب نحكي عن ديفكت بشكل سريع. طبعا ديفكت الحاجه المهمه في الامبريولوجي ان هنا البنترال وول ديفكت اللي هو الانتيريور وول اوف الانتيريور ابدومينال وول. عندنا مشكله مرات بتكون في الانتيريور وول انه ما بيسكر او انه الجات كلها ما بترجع. طبعا عندنا تو ثينج، عندنا في 6 ويك اللي هو في الصوت الاول مبين لنا فوق اقصى الشاشه 6 ويك السيولوجيكال هيرنيشن اوف ميد جات ثرو ذا امبلايكال رينج، راح يصير هيرنيشن. هيرنيشن يعني هتطلع برا، تطلع برا الابدومن الكبدي، تطلع خلال الامبلايكال رينج، لانه اصلا راح يصير الشيست واللانج يعني الشيست كومبارتمنت بين اللانج والكاردياك راح تبدا تتكون، فبتشكل بريشر على الابدومن، فسهل انه يطلع ويرد ويرجع. والهم الاشياء المش فيكس، الاشياء المش مش ثابته يعني اللانج فيكس الكاردياك فيكس ما تقدر تحركه، بينما الجات حاجات موبايل تعتبر سلايكلي موبايل تقدر تتحرك عادي بسهوله، يعني ممكن تضغط على البطن عادي، بس ممكن ما ممكن تضغط على الشيست لانه الشيست اصلا عشان هيك في اصلا يعني ما في ابدومينال مثلا بون في الابدومين غطي الابدومين لانه عادي موبيل. سو في 6 ويك تطلع يقف برا وبترجع في الاسبوع العاشر 10th ويك في ابدومينال كافيتي اند روتيت، ترجع طبعا ما اول الشكل اللي احنا حافظينه هسه هو ما بيكون هيك اصلا في البدايه، بيكون 270 درجة بالعكس. طبعا ممكن نلقى السيكم مكان السبلين، وهذا بيكون مشكلة في المال روتيشن، كنا عارفين من قصة الروتيشن هي بيسأل عنها اليورد كثير. طيب البنترال وول ديفكت في العادة انه يا اما ما رجعت او اما رجعت ورجعت طلعت مرة ثانية اللي سبب ديفكت في الوول. اشي ما رجعت زي مثلا المفاد السيل ما رجع، هو طلع بس ما رجع، يعني وين المشكلة صارت في الأسبوع العاشر ما رجع، هو بيطلع في الأسبوع السادس بيرجع في الأسبوع العاشر. طيب عندنا المفالس يقول عندنا الجاستو تشيزز بتكون طلعت بعدين through the umbilical fold through the abdomen through the umbilical fold typically right of the umbilical. الفرق بيناتهم طبعا أنا كيف أميز إن هذا المفالس يقول ولا جاستو تشيزز في العادة، الفرق المفالس يقول لما يكون في الأبدومن يطلع بيكون بروتينيوم حواليه، فبيكون مغطى بشيء زي ما احنا شايفين الصوره بي تحت، الصوره بي هون هنا الانفالوسيل الانفالوسيل ما او الانفالوسيل هنا هنا جالس شيء مش مغطى باي شيء، شايفين هو مغطى وهنا مغطى عندنا. طيب الجاسو تشيسز مش يعني خلاص ما عندها اي ديفكت مثلا في الكروموزوم الابنورمالتي ولا اي حاجه، بس الانفالوسيل في العاده عندها علاقه في الترايسومي 13 ان ترايسومي 81 هنا باتاو ان ادوارد، وفي العاده بيكون معها كارديكا وجيو اللي هو جينات اليورينري او نيورال تيوب ديفكت مثل زي مثلا سباينال بيفيدا والانسيفالي والنيورال تيوب ديفكت اللي هم بشكل سيناس. اخر واحدة في الديفكت عندنا والاخيرة لهذا اليوم اللي هو الامبلايكال هيرني، الامبلايكال هيرني اللي هو فيلر اوف امبلايكال رينج كلوز تو فيسيولوجيكال هيرنياشن اوف ميد جات سمول ديفكت از يوجوالي كلوز سبونتينيوس. طبعا الكونجيوت الامبلايكال هيرني انه ما سكرت الرينج اصلا و بعد مش قلنا احنا بنصير ريتين للجت بعد الاسبوع العاشر، في الاسبوع العاشر بنصير ريتين بنصير للروتيشن، هلا ما سكرت ممكن تطلع. شو الفرق؟ في ناس يقول لك شو الفرق بين الكونجنتال امبريكال هيرنيا والجاستو تشيسز؟ الجاستو تشيسز بتكون مش مغطى بشيء في العاده،
بينما مرات الكونجنتال هيرنيا، كونجنتال برايتال هيرنيا تكون مغطية بسكان. هنا الفرق طبعا، سكان وطالع من الامبلايكس. قلنا في الجاسب شيزز بيكون سلايتلي تو ذا رايت اوف الامبلايكس، في العادة في الرايت اوف الامبلايكس، بينما في الامبلايكال هيرنيا، كونجنتال امبلايكال هيرنيا في العادة بيكون سكان كفر مكان الامبلايكس، نلقى زي دائرة. انا ما لقيت لها صورة عشان اوريك اياها. صلى الله بارك لنا، هذا كان موضوعنا لهذا اليوم. بنكمل باقي الديفكت ان شاء الله في الحلقة، في المقطع القادم راح اتكلم عن الجاسترو سفجيال انوملي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا المقطع، ولا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم.